السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد القصة بتاعة الصف الثالث الابتدائي مادة الإنجليزي كتاب المعاصر 2023. القصة بعنوان ملكس دريم، حلم ملك، ملكس دريم. تعالوا نشوف القصة وأجزاء القصة. أول حاجة عندنا وسائل الاتصال اللي هنستخدمها في القصة. عندنا lip reading اللي هي قراءة حركة الشفاه، lip reading. بعد كده عندنا American Sign Language اللي هي بنرمز لها ب ASL اللي هي لغة الإشارة الأمريكية. بعد كده عندنا Hearing Aid اللي هي سماعة الأذن. بعد كده عندنا people، عندنا الأشخاص اللي في القصة. Deaf children، أطفال صم. Hearing children، أطفال يسمعون. Special teacher، معلم خاص. بعد كده عندنا mom، الأم. و parents، الوالدين. وعندنا friends، الأصدقاء. بعد كده places، الأماكن اللي عندنا في القصة. عندنا school، المدرسة. After school club، نادي بعد المدرسة. وعندنا university، الجامعة. بعد كده عندنا adjectives، الصفات. clever، ماهر أو ذكي. proud، فخور. kind، طيب أو عطوف. older، أكبر عمرا أو كبير في السن. بعد كده عندنا الأفعال، verbs. عندنا teach، يدرس. عندنا understand، يفهم. work hard، يعمل بجد. sign، يعني يشير. بعد كده عندنا characters، الشخصيات. عندنا ملك، عندنا كاركتر الشخصية بتاعت ملك. عندنا special teacher اللي هو المعلم الخاص. ملك's mom، أم ملك. عندنا hearing children، أطفال يسمعون. deaf children، أطفال لا يسمعون. بعد كده عندنا the setting، المكان والزمان. عندنا place، المكان. home، university، after school club، البيت والجامعة ونادي بعد المدرسة. عندنا الوقت، when ملك is a child، عندما تكون ملك طفلة. when ملك is a teacher، عندما تكون ملك معلمة. عندنا منتصف، عندنا beginning، المقدمة أو البداية بتاعت القصة. والميدل، منتصف القصة. وعندنا الإند، نهاية القصة. في البداية بقول ملك can't hear well، ما كانتش بتسمع كويس. she goes to a special teacher، راحت لمعلم خاص. ملك learns sign language، اتعلمت لغة الإشارة. في منتصف القصة ملك learns how to say many things، ملك اتعلمت تقول حاجات كتير. ملك and her friends can use sign language، ملك وأصدقائها بيقدروا يتكلموا بلغة الإشارة. she finished university and she is now a teacher، خلصت الجامعة ودلوقتي هي مدرسة. في نهاية القصة ملك teach the hearing children، ملك بتعلم الأطفال اللي بيسمعوا. and deaf children to use sign language، بتعلم الأطفال اللي بيسمعوا والأطفال اللي ما بيسمعوش اللي هم يستخدموا لغة الإشارة. all the children speak and sign to each other، كل الأطفال بيتكلموا وبيشاوروا إلى بعض بلغة الإشارة. الفكرة الرئيسية للقصة، the main idea، الفكرة الرئيسية بتقول work hard for your dream، يعني اجتهد لتحقق حلمك. help people with special needs، يعني ساعد ذوي الاحتياجات الخاصة. بعد كده عندنا the beginning، البداية بتاعة القصة. who is ملك، من تكون ملك. this is ملك، هذه ملك. she loves teaching، هي بتحب التدريس. she wants to be a teacher، عايزة تكون مدرسة. when she is older، لما هي تكبر. بعد كده عندنا ملك can't hear well، ملك ما بتسمعش كويس. she wears a hearing aid، هي لابسة وسيلة مساعدة أو وسيلة استماع. that helps her to help to hear better، بتساعدها عشان تسمع كويس. sometimes ملك feels sad، بعض الأحيان ملك بتكون حاسة إن هي حزينة. because some children can't understand her، لأن بعض الأطفال ما بيسمعوهاش. she wants to be a teacher، عايزة تكون مدرسة. she can help people understand، هي تستطيع أن تساعد الناس أن يفهموا. بعد كده special teacher، المعلمة الخاصة بتاعتها. ملك goes to a special teacher، راحت لمعلمة خاصة. the teacher shows ملك how to read lips، علمت ملك ازاي تقرأ حركة الشفاه. now ملك can see what people say، دلوقتي ملك بتقدر تشوف الناس بتقول ايه. بعد كده ملك is very kind and likes playing games with her friends، ملك عطوفة جدا وبتحب تلعب مع أصدقائها.
She talks to them. هي بتتحدث معهم. But they can't understand her. ولكن هم ما بيقدروش اللي هم يسمعوها أو يفهموها. Because they don't know sign language. لأن هم ما بيعرفوش لغة الإشارة. بعد كده her mom's advice. نصيحة والدتها. ملك sees a sad deaf boy. شافت ولد حزين وأصم. ملك talks to her mom. ملك كلمت مامتها. I want to be a teacher. أنا عايزة أكون مدرسة. When I am older. لما أكبر. Her mom says. أمها قالت لها. You can work hard. أنت تقدري تشتغلي بجد أو تذاكري كويس. You can go to the university. لما تروح الجامعة. To be a teacher. عشان تكوني مدرسة. You are very clever. أنت شاطرة جدا. You can help deaf children. انت تقدري اللي انت تساعدي الناس او الاطفال الاصماء. You can help all children to understand each other. انت تقدري تساعدي كل الاطفال اللي هم يفهموا بعض. بعد كده ملك want to speak to all deaf people. ملك كانت عايزة تكلم كل الناس الاصماء. She wants to help them. عايزة تساعدهم. She learns sign language. هي تعلمت لغة الاشارة. وكده يبقى الجزء الاول من القصة او بداية القصة. بعد كده عندنا the middle. منتصف القصة. ملك helps deaf children. ملك بتساعد الناس او الاطفال الاصماء. She can say. هي بتقدر تقول hello. ازيكم. In sign language. بلغة الاشارة. She can ask how are you. تقدر تقول عامل ايه او كيف حالك. In sign language. بلغة الاشارة. She learns how to say many things. هي اتعلمت اللي هي تقول حاجات كتير. She talks to deaf people. هي بتتكلم مع الناس الاصماء. Her friends like sign language. يعني اصدقائها حبوا لغة الاشارة. بعد كده ملك's friends want to learn sign language. اصدقاء ملك عايزين يتعلموا لغة الاشارة. They say to ملك. هم قالوا الملك. Please teach us. لو سمحت علمينا some sign language. علمينا بعض من لغة الاشارة. بعد كده ملك teaches sign language to her friends. ملك بتعلم اصدقائها لغة الاشارة. ملك and her friends sign to each other. بيشاوروا لبعض هي واصدقائها. Everyone can talk and they can use sign language. هم بيقدروا يستخدموا لغة الإشارة. بعد كده ملك finishes university. بعد كده ملك خلصت الجامعة. She is very happy and proud. هي سعيدة وفخورة جدا. ملك is a teacher. ملك مدرسة. Miss ملك is now a teacher. ملك دلوقتي أو Miss ملك دلوقتي هي مدرسة. At a club after school. في نادي بعد المدرسة. Some of the children can hear. بعض الأطفال بيقدروا يسمعوا. Some can't hear well. والبعض لا يسمع كويس. And some of children are deaf. والبعض أصماء ما بيسمعوش. She uses sign language to talk to the deaf children. هي استخدمت لغة الإشارة عشان تتكلم مع الأطفال الأصماء. And the children who can't hear well. والأطفال اللي ما بيقدروش يسمعوا كويس.